سعيدة بلقياكم من جديد في تصحيح الفرض الأول من المرحلة الثانية في مادة اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي، ونبدأ بالتمرين الأول. أملأ الفراغ بما يناسب. الذي، التي. إذن الذي نستعمله للمفرد المذكر، والتي نستعمله للمفرد المؤنث. الجملة الأولى: الممرضة هي تسعف المرضى. إذن الممرضة مفرد مؤنث، إذا سأضع التي. الممرضة هي التي تسعف المرضى. الفلاح هو يحرث الأرض. الفلاح مفرد مذكر، إذا سأضع هو الذي للمفرد المذكر. نمر إلى التمرين رقم 2. أصل بخط. إذا لدينا أسماء الإشارة: هذا، هؤلاء، هذان، هذه، هاتان. إذا الجملة الأولى: البنات مهذبات. البنات جمع المؤنث، إذا سأصلها إلى هؤلاء، إذن هؤلاء نستعملها لجمع المذكر وجمع المؤنث. دونك نقول: هؤلاء البنات مهذبات. إذا الجملة الثانية: كاتبان مشهوران. إذا لدينا مثنى المذكر، نستخدم هذان. إذا هذان كاتبان مشهوران. الجملة الثالثة: المتسابق سريع. إذن المتسابق مفرد مذكر، إذن هذا نستعملها للمفرد المذكر، هذا المتسابق سريع. الممرضتان لطيفتان، لدينا مثنى المؤنث، ونستخدم هاتان الممرضتان نشيطتان أو لطيفتان. الجملة الأخيرة: السيارة فخمة. السيارة مفرد مؤنث، ونستخدم هذه للمفرد المؤنث، ونقول: هذه السيارة فخمة. إذن هذا للمفرد المذكر، هؤلاء للجمع المذكر وجمع المؤنث، هذان للمثنى المذكر، هذه للمفرد المؤنث، وهاتان للمثنى المؤنث. تمرين رقم 3. أدخل على الجمل التالية ناسخا فعليا مناسبا. إذا النواسخ الفعلية يعني كان وأخواتها: كان، صار، ليس. إذا الجملة الأولى: البحر هائج. إذا عندما ندخل النواسخ الفعلية على جمل اسمية ترفع الأول وتنصب الثاني. إذا سنقول مثلا: ليس البحر هائجا. إذا سأكتب الجملة، سأدخل ليس على الجملة وستصبح: ليس البحر هائجا. ليس البحر هائجا. إذن عندما ندخل النواسخ الفعلية على الجملة الإسمية ترفع الأول كما قلت وتنصب الثاني. السماء غائمة. إذن سأدخل ناسخا حرفيا مثلا صار. إذن وصار لدي هنا السماء اسم مفرد مؤنث، إذن سأضيف تاء التأنيث وسأقول: صارت السماء غائمة. إذن سأكتب: صارت السماء غائمة. إذن صارت السماء غائمة، قلت أضفنا تاء التأنيث لأن السماء مؤنثة. الجملة الأخيرة: الكتاب مفيد. إذن سأدخل عليها كان وستصبح: كان الكتاب مفيدا. كان الكتاب مفيدا. إذن كان هذا هو درس النواسخ الفعلية، عندما تدخل على الجمل الإسمية ترفع الأول وتنصب الثاني. إذن تمرين رقم 4. أحول. أنا أنظف أسناني. نحن. إذن أنا أنظف أسناني. نحن ننظف أسناننا. أنتم تنظفون أسنانكم.
أسنانكم. إذن نحن ننظف أسناننا، أنتم تنظفون أسنانكم، أنتن تنظفن أسنانكن. هم ينظفون أسنانهم. هم ينظفون أسنانهم، هن ينظفن أسنانهن. التمرين الأخير، أرتب الجمل التالية لأحصل على نص قصير. الجملة: وضعت الزورق في النهر. أحضرت مريم ورقة وصنعت منها زورقا، فلما تحرك صفقت مريم لنجاح تجربتها. الجملة التي سيبدأ بها هذا النص هي: أحضرت مريم ورقة وصنعت منها زورقا. سأكتب رقم 1. وضعت الزورق في النهر. الجملة الثانية: فلما تحرك صفقت مريم لنجاح تجربتها، هي الجملة الثالثة. وبهذا نحصل على النص التالي: أحضرت مريم ورقة وصنعت منها زورقا. وضعت الزورق في النهر. فلما تحرك صفقت مريم لنجاح تجربتها. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تصحيح الفرد الأول من المرحلة الثانية في مادة اللغة العربية للمستوى الأول ابتدائي، إلى فروض أخرى إن شاء الله. شكرا للمتابعة، وبالتوفيق للجميع.